صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة الواحدة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. اللهم اجعل أخانا عبد الكريم من أولئك يا رب العالمين. أصلي لله العظيم 4 تكبيرات فرض الكفاية على هذه الجنازة. بعد التكبيرة الأولى نقرأ الفاتحة، وبعد الثانية الصلوات الإبراهيمية، وبعد الثالثة الدعاء له بما تيسر وأقله: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وبعد الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله يا رب العالمين. استووا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.